10 مباراة لعبها الفتح، خسر 5 مرات وفاز في 4 وتعادل في 4. البداية مخيبة للأمال بهزيمتين ثقيلتين، لكن العودة كانت أقوى بست مباريات متتالية لم يتذوق فيها الفتح مرارة الهزيمة ليفوز 3 مرات ويتعادل في مثلها. بعدها تراجع النسق من جديد ليتكبد النموذجي 3 هزائم في 4 مباريات، واحدة منها بال5. احنا الدوري السنه الحقيقه كل الفرق متقاربه، يعني لو طلعنا جدول الترتيب يعني من المركز مثلا نقول قبل الاخير للمركز السادس او السابع او الخامس يمكن فرق 6-7 نقاط، يعني فما في فرق، فروقات كبيره في المستويات والفرق كلها متقاربه في المستويات. اتوقع عامل اللاعبين الاجانب قربت الفرق كثير واصبحت الفرق قريبه كثير من بعض. اعتقد ان احنا لازم نركز على فريقنا وعلى كل مباراه نلعبها ونركز فيها ان احنا ناخذ نقاطها، وباذن الله ربي يوفقنا ويكون في مركز يليق باسم نادي الفتح وتاريخه. تراجع النتائج في الدوري السعودي تقابله دون شك ولا اختلاف ولا حتى تأخير إقالة المدرب، لكن الأوضاع في الفتح مختلفة وعلاقة الفتح بفتح غير. بقاكم على المدرب رغم خسائركم متتالية، في خسائر كبيرة، بس واضح أن سياسة سعد البقاء على المدرب لنهاية الموسم مهما كانت النتيجة، صحيح؟ كابتن فتحي راعي الدار وإحنا ضيوفه. في موسم التألق الكل يتذكر جيدا الإضافة التي حققها البرازيلي إيلتون والكونغولي دوري سالومو، لكن الفتح لم ينجح في الحفاظ على إيلتون ولا في إيجاد البديل حتى الآن، فهل السبب مادي بالأساس؟ كيف وضعك المادي؟ كل الأندية السعودية تعاني الحقيقة. الفتح نشوف ما شاء الله المركز الإعلامي كل فترة يشكر أعضاء شرف. والله يعني في تفاعل. الله يجزاهم خير، أعضاء شرف حقيقة مو مقصرين، على رأسهم رئيس أعضاء شرف شيخ عبد العزيز بن عبد الله موسى، وأعضاء شرف حقيقة ما قصروا وقفوا معنا خلال الفترة اللي فاتت وقدموا الكثير للنادي، لكن يبقى النادي احنا حقيقة السنة هذه يعني تعثرنا في حصول على راعي بدل عن راعي سابق، وكذلك كان عندنا عقد رعاية مع أحد الشركات اللي لغى، فتأثرنا حقيقة من عقود الرعايه اللي فرقت معنا تقريبا حوالي مبالغ حول 5-6 ملايين ريال، وهذه اثرت على ميزانيتنا فدخلنا في عجزات ماليه، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا مع اعضاء الشرف ايضا ان شاء الله باذن الله نحاول احنا نجيب مداخيل اخرى للنادي تحسن من وضع الايرادات، وان شاء الله احنا نقدر نقفل العجز قبل نهايه الموسم باذن الله. فتره الانتقالات الشتويه على الابواب، فهل سنرى تغييرات في نادي الفتح وهل ستتم الاستعانه بمحترفين قادرين اكثر على تحقيق الاضافه؟ مباراه فوق مباراه تحت مباراه وسط، لكن اتوقع ان مع اكتمال العناصر الاجنبيه يكون في اضافه اتوقع في الشتويه او الازمه الماليه ما راح تسمح لكم. والله اتوقع بتكون صعبه ان احنا يكون في اضافات في الفتره الشتويه الا اذا كان حصلت ايرادات جيده خلال الفتره الجايه، لكن واضح انه بتكون صعب جدا ان احنا نبدل لاعبين او ان احنا نغير او نضيف احد في الفتره الشتويه. اتوقع احنا نبقى عناصرنا موجوده، نحاول ان احنا نخلق توليف المناسبه ونكمل، وان شاء الله ربي يوفقنا باذن الله. انت مكمل ولا بس السنه هذه؟ والله ان شاء الله السنه ونشوف ان شاء الله يكتب ان شاء الله. ظروف الفريق تؤكد ان ضمان البقاء سيكون الهدف الرئيسي، وكل ما ياتي بعد ذلك هو اضافه، فما هي طموحات رئيس نادي الفتح؟ في هذا الموسم الى اي مكان تبغون توصلون؟ اكيد اللي حققنا في الثلث الاعلى من الدوري ان احنا نخلص من الثلث الاعلى من الدوري يعتبر انجاز جيد، يعني في الرابع 4-5 الاوائل الفرق تكون ممتازه جدا. الاجمل انه كلما قويت الانتقادات الموجهه للفتح فاجأ النموذجي بمستوى بطولي جعله مؤثرا دائما. محمد قردبو، صدى الملاعب.